وبمشاركة جزء من الشرعية المتمثلين بالأخوان المسلمين دعونا. وقلنا في البداية والله لن نسمح بإعادة احتلال الجنوب وشبابنا وشاباتنا وبشهادة بأننا سنطلق الحوار. حتى في أيام الصحابة كان النبي مع مراحل ما قبل وقف إطلاق النار. الجنوبية فليكن معنا جميعا بغض نبدا الخلافات للمرحلة الأولى وهي وحدة. يغفر لكم ذنوبكم. أنتم اليوم تحبسون صورة الجنوب الذي يجب أن نحافظ على صورته المشرفة والكاملة بحضور الجميع، فنحن لا نريد لأي أحد أن يغيب كما يطيب. لي أن أعبر لكم عن فائض التقدير لتربيتكم الدعوة وحضوركم هذه الفعالية التنسيقية التي يعلن فيها المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق المرحلة الثانية للحوار الجنوبي تأكيدا على إيماننا جميعا. نحن وأنتم وكل الشرفاء على الساحة الجنوبية بأهمية الحوار البناء والهادف الذي يحقق التقارب والتآخي والتلاحم الوطني الذي نسعى إليه ويحتاجه شعبنا ووطننا. يتزامن انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الجنوبي مع تصعيد ميليشيات الحوثي على مختلف الجبهات مع الجنوب في موازنة حالة من التآمر الذي تقوله تفاصيله القوى الزيدية السياسية بشكلها الحوثي والأخوان في مشهد لا يخفى على أحد تقوم من خلال جماعة الأخوان تحت مظلة الشرعية بإيقاف جبهتهم العسكرية المزعومة مع الحوثيين ومن ثم تسليم المعسكرات والمناطق المحاذية الجنوب إلى جماعة الحوثي. شعارات البراقة وانتزاع استعادة الدولة.